بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. ضمنها سموه أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق كل ازدهار والتقدم. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، معربا سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.